بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome my students, third intermediate students, طلاب الصف الثالث المتوسط. We are going to start unit 2, الوحدة الثانية, Life Stories, قصص من الحياة. Pages 12 and 13. Objectives, number 1, to read and talk about past actions, أن نقرأ وأن نتكلم عن أحداث ماضية. To relate past events, أن نروي أحداث بالماضي عن أنفسنا. And of course, as usually, to learn new vocabulary. So, أريد منكم, I want you to open your books on pages 12-13. But before that, قبل هذا, please open your books on page number 133. Yes, as you can see, صفحة 133. نعم. هنا لدينا ما يسمى self-reflection، يعني تقييم ذاتي. نقيم ماذا فهمنا من الوحدة السابقة، من الوحدة الأولى التي كانت عنوانها lifestyles. Things that I liked about unit 1. أشياء أعجبتني في الوحدة. مثلا adverbs of frequency، ظروف التكرار، vocabulary المفردات. مثلا stories قصص about for example أي شيء يعني ورد معك في الـ unit 1، مثلا the conversations المحادثات between Majid and Omar، routines and activities، the paragraphs about the people الفقرات حول الناس، شيء من هذا الكلام. Things that I didn't like very much، أشياء لم تعجبني. ربما البعض لم تعجبه adverbs of frequency، البعض لم تعجبه neither ولا both ولا either ولا all ولا none. نعم، اكتب الذي أعجبك ولم يعجبك. أيضا things that I found easy، أشياء وجدتها سهلة. Things that I found difficult، أشياء وجدتها صعبة. وهنا الأهم لدينا بالتقييم، لدينا ثلاث احتمالات. أتقنته بشكل جيد، I can do this very well، I can do this quite well، بشكل نوعا ما يعني. I need to study and practice more، أنا بحاجة لأن أدرس وأتمرن أكثر. لم أقل أني لم أتقن، لكني يعني لازال هناك شك في نفسي بين هذا الإتقان، لذلك أحتاج أن أدرس وأتدرب أكثر. كانت الأهداف في الوحدة أن نتكلم، to talk about lifestyles. هل أتقنت ذلك؟ هل تستطيع الآن أن تتكلم عن حياتك؟ يعني مثلا I usually wake up at 6 o'clock، I rarely use my laptop، I always use my smartphone، شيء من هذا الكلام. Talk about habits and routines، نفس الكلام، الكلام عن الروتين والعادات. Frequency، تكرار، always، sometimes، أتوقع أن بعضكم أتقنها بشكل جيد. Present simple tense، استخدام المضارع البسيط، subject verb complement adverb أو subject adverb verb complement. Use adverbs and expressions of frequency، ذكرناها صار مرارا وتكرارا. Ask questions with how often، how much and how long، أن نسأل أسئلة how often، كم مرة، how much، كم من الوقت، how long، كم المدة. وآخر درس كان هو use all، both، neither and none، استخدام quantifiers، كلمات الكمية، all، الكل، both، كلاهما، neither، ولا واحد منهما، and none، ولا واحد منهم. طبعا اللي إذا أتقنت أي واحدة ضع هنا، لم تتقن بشكل، أو أتقنت نوعا ما أو لم تتقن بشكل الكافي هنا. My favorite new words، كلماتي المفضلة، ضعوا قائمة في الكلمات التي تعلمتها. بالنسبة للطلاب الذين شعروا أنهم لم يتقنوا، read through the unit again، اقرأوا الوحدة مرة ثانية. Listen to the audio material، استمعوا إلى المقاطع الصوتية. Study the grammar، ادرسوا القواعد and functions والوظائف from the unit، من الوحدة. Again، ask your teacher for help، اطلبوا من المعلم المساعدة. وطبعا كما قلت لكم، أنا دائما في مساعدتكم وجاهز لأسئلتكم إن شاء الله.
let's go back. دعونا نعود إلى الصفحة الثانية عشرة, page number 12, unit 2. Unit 2, live stories. Live stories. What's the meaning of live stories? It means قصص الحياة. Live stories. Yes, قصص أو قصص من الحياة. Listen and discuss. What's the meaning of listen? Yes, استمع. Discuss, ناقش. نعرف هذا جميعا, صرنا تعودنا على ذلك. Before reading, قبل القراءة. Do you have a people in the news column in your local newspaper or magazine? What kind of information does it include? هذا سؤال جميل. طبعا في الولايات المتحدة وفي كثير من الدول في الجرائد هناك زاوية تخص الناس, عنوانها People in the News. Look, this is a paper. هذه صفحة من النيوزبيبر, الجريدة أو المجازين, مجلة. ما هو عنوانها؟ People in the News. نسميها كولم, زاوية أو عمود يخص هذا الموضوع. أخبار عن الناس. عادة usually this kind of column, هذا النوع من الأعمدة أو الكورنر, الزاوية, talks about people in general, تتكلم عن الناس عموما, and sometimes celebrity, وأحيانا عن المشاهير. نعم. What kind of information does it include? ما أنواع المعلومات التي تتكلم عنها؟ قلت لكم حالات مميزة من الناس أو بشكل عام أو تهاني أو مثلا شيء حصل, قصة حصلت في مدينة معينة تخص الناس, شيء من هذا الكلام. Yes. So, people in the news. People in the news. نستمع. سنستمع ثم نعود. أرجو منكم التركيز وأن تضعوا خط تحت الكلمات الجديدة لكي نشرحها بعد قليل إن شاء الله. Unit 2. Life Stories. Pages 12 and 13. 1. Listen and discuss. People in the news. The gift of life. Trent Olson donated blood for the 100th time on Wednesday, June 23rd. Trent made his first donation at the Red Crescent Mobile Blood Donor Clinic when he was in his 20s. He said, "It started when some colleagues and I saw the mobile clinic parked outside our office. We all decided to give blood. I continued regularly after that because I thought it was the right thing to do. I didn't have a lot of money for charity, so it was my way of helping others." Every 8 weeks, Trent makes his next appointment to give blood at the Fairview Clinic. One donation can save up to 3 lives. Thank you, Trent. Athlete of the Year. Congratulations to Ahmed Jamal, who was awarded Athlete of the Year for his outstanding leadership in sports. Ahmed, 16, received the award from the school principal in a ceremony at King Fahad High School on Monday evening. His story. Ahmed was born with a crippling disease that made it difficult for him to walk. But that didn't stop him from playing his favorite sport, football. Ahmed explained, "I used to love watching AFC games, and my older brother, Ali, played football in high school. When I was 12, he taught me to play in the park. My family really encouraged me, so I got in touch with other kids like me, and we formed a team. Ahmed and his team compete in the Special Olympics Junior League. He is team captain and this year's highest scorer. Ahmed is an example to all young athletes." Blue Flag for Sunset. Over 100 employees from local hotels and restaurants gathered at Sunset Beach again on Tuesday for a cleanup operation. The employees combed the beach for plastic bottles, bags, cans, and other litter. Last year, hotel and restaurant owners in the community decided to take responsibility for keeping the beach clean. Their efforts are a big success, and Sunset Beach was awarded the Blue Flag by the Foundation for Environmental Education. Newborn. David and Mary Ann Taylor are the proud parents of twins.
Linda and Jenny were born at Newton Maternity Hospital on Monday, June 21st. Mother and infants are in good health. We wish the parents and the babies all the best. Yes. Yes, after we listened, what is the title of the first story? ما هو عنوان القصة الأولى? The Gift of Life. موهبة الحياة. Okay? It's about this person. Look at him, please. Where do you think he is sitting? Is he in hospital? Maybe. But if you read, you will notice the word clinic. So he is in a clinic. And it's not a normal one. It's maybe a mobile clinic. What's the meaning of clinic? Yes, it means عيادة. Clinic means عيادة. So Trent Olson donated blood. Donate. What's the meaning of donate? It means يتبرع. But لأنه مضاف لها ED تصبح ماضي تبرع. Okay? This is very important. So donate بدون ال E وال D أو بدون D هنا نقول يتبرع مع ال E وال D تصبح ماضية. مثل أن نقول ماذا؟ Look, visit. What's the meaning of visit? كلكم تعرفونها. يزور. كيف أحولها إلى ماضي؟ ببساطة أضيف لها ماذا؟ ED. Visited. Visited. Repeat after me. Visit. Visited. يزور. زارة. Like for example, help. What's the meaning of help? Yes. Help. كلكم تعرفونها. يساعد. What's the past? ما الماضي? Yes. Very good. نضيف لها ماذا? ED. Helped. Helped. نسمي هذه أفعال. ونسميها regular verbs. أفعال نظامية أو منتظمة. وهي التي تحول from present to past by adding ED. Okay. إذن هذه هي الأفعال المنتظمة. But look here, the verb go. What's the meaning of go? يذهب. كلكم تعرفون الفعل go. What is the past? هل نضيف له ED? No. It becomes like this. Went. Repeat after me. Go. Went. Go. Went. Take. What's the meaning of take? It means يأخذ. What's the past? ما الماضي منه? Took. Took. So here we have regular verbs, أفعال نظامية. Here we have irregular verbs. الفعل النظامي لكي نحوله from present من مضارع to past إلى ماضي. What do we do? ماذا نفعل? We add ed. But here we don't add ed. It changes its form. يغير شكله. لذلك نسميه irregular. إذن أرجو أن تكتبوا هذه المعلومة. Regular verbs. What's the meaning of regular verbs? أفعال منتظمة نضيف لها ED فتصبح ماضي. But here irregular. What's the meaning of irregular verbs? أفعال غير منتظمة تتحول من مضارع إلى ماضي بطرق مختلفة يجب حفظها. من الأكثر؟ من الفعل الأكثر؟ طبعا regular verbs أفعال النظامية مثل play, played, visit, visited, help, helped, clean, cleaned, work, worked, study, studied, end, ended, finish, finished, start, started. معظم الأفعال نظامية. But here we have, لدينا مجموعة كبيرة طلابي الذين يعرفوني. نعم الذين يعرفوني طبعا أعطناهم أوراق عمل بخصوص هذه الأفعال. أعطيناهم أوراق عمل نعم وقوائم فيها أفعال غير نظامية يجب حفظها. وطبعا مهمة جدا جدا يجب أن نطلع عليها كلها بالتفصيل بثلاث تصاريف لأنه هذا ليس فقط حالتين. هناك الحالة الثالثة التي تخص المضارع التام والمبني المجهول سنتكلم عنها لاحقا. أوكي. لكن ما سبب هذا الكلام؟ لأنه درسنا سنتكلم فيه الكثير عن الماضي. لاحظوا معي. donated تبرع. made قام. قام أو فعل. said قال. was كان. so رأى. continued استمر. thought اعتقد. didn't have لم يكن يملك. it was كان. كلها تدل على ماذا؟ على ماضي. معظم الجمل. لكن هناك طبعا دمج هنا في هذه الجملة مضارع سأشرح لكم لماذا. نعم إذن هنا نتكلم عن الماضي. وقبل أن يعني أواصل كلامي عن الماضي أريد منكم أن تكتبوا هذه القاعدة. نسميه the simple past أو the past simple. طبعا إن شاء الله سأتوسع لاحقا في هذا الشرح. past simple
الماضي البسيط لكي تفهموا بالشكل المطلوب إن شاء الله. ما القاعدة؟ What's the rule? Very easy. سهلة جدا. Subject دائما subject، وقلت لكم مئات المرات لا بل أكثر أن الفاعل في اللغة الإنجليزية هو أحد الضمائر الرفع السبعة المشهورة I, we, you, he, she, it, they، أو أن يكون اسم مفرد أو أن يكون اسم جمع. إذن subject دائما الفاعل في البداية، ثم verb to. Verb to the second conjugation, the second form, the second factor، التصريف الثاني. ليس visit وإنما visited، هذا التصريف الثاني. ليس help وإنما helped. ليس donate وإنما donated. plus زائد complement تكملة، complement تكملة. وغالبا بعد التكملة طلابي الأعزاء يكون لدينا adverb ظرف about the past، بخصوص الماضي. In the past ماضي، past adverb. For example yesterday، last week. Yesterday أمس، last week الأسبوع الماضي. Two days ago، in 1992، in 2015، in 1440. تواريخ سابقة كلها، نعم. Okay. So people in the news. The gift of the life. Trent Olson donated blood. What's the meaning of blood? ترجموا معي، امسكوا أقلامكم وتجهزوا لكي المفردات أهم شيء. تعلموا المفردات دائما هدف مشترك في كل الدروس. تبرع بالدم for the 100th time، للمرة المئة، on Wednesday، يوم الأربعاء الماضي، June 23rd، 13 من شهر جون. Trent made his first donation at the Red Crescent Mobile Blood Donor Clinic. لاحظوا الترجمة. قام ترينت بأول تبرع له في عيادة المتبرعين بالدم المتنقلة، يبدو أنها عربة، في منظمة الهلال الأحمر، Red Crescent. Repeat after me. Crescent. What's the meaning of Crescent? الهلال. When he was in his 20s، عندما كان في العشرينات من العمر. He said، قال الماضي من say. It started، بدأ الأمر، when some colleagues and I، عندما أنا وبعض الزملاء، saw، هذا الماضي من see. See means يرى، saw رأى. عندما رأينا the mobile clinic، العيادة المتنقلة، the mobile clinic parked outside our office، مركونة خارج مكاتبنا. We all decided to give blood. قررنا، طبعا لاحظوا الفعل هو أصلا decide، لكن ضفنا له ED، أصبح قررنا. To give blood. I continued، استمريت regularly بانتظام after that، because I thought it was the right thing to do. هذا سؤال مهم. لماذا استمر في التبرع؟ Because he thought، لأنه اعتقد، it was the right thing to do، أن هذا الشيء الصحيح الصواب. I didn't have a lot of money for charity. يقول أيضا، أنا لم أكن أملك الكثير من المال من أجل التبرع للصدقات، الجمعيات الخيرية، charity. So it was my way of helping others. لذلك تلك كانت طريقتي بمساعدة الآخرين، وهي تبرع بالدم. Every 8 weeks، هذه مهمة النقطة، كل 8 أسابيع، Trent makes his next appointment. يحدد appointment. What's the meaning of appointment? Yes، موعد، الموعد القادم. طبعا لاحظوا انتقل إلى المضارع هنا، لأنه أصبحنا every، كل، روتين، كل 8 أسابيع يقوم Trent بتحديد الموعد التالي. To give blood at the Fairview Clinic، لأن يتبرع في الدم في العيادة، في تسمى عيادة Fairview. نعم. One donation can save up to 3 lives. تبرع واحد ممكن أن ينقذ عدد حتى 3 أرواح. 3 lives. Thank you Trent. نشكرك يا Trent. بالفعل هذا تصرف رائع منه، أن يتبرع 100 مرة. Next paragraph. الباراجراف التالي. Athlete of the year. What's the meaning of athlete? Yeah, this is an athlete. It means رياضي. نعم، رياضي. It means رياضي. Yes. Translate that into Arabic. رياضي السنة، رياضي العام. Athlete of the year. Congratulations to أحمد جمال، who was awarded. لاحظوا، awarded مضاف لها ايدي، والذي تم مكافأته أو إعطاؤه جائزة athlete of the year، رياضي السنة،
for his outstanding leadership. Outstanding. What's the meaning of outstanding? It means excellent, brilliant, beautiful. صفة إيجابية جدا معناها رائع. Leadership, قيادة. بسبب قيادته الرائعة in sport, في الرياضة. أحمد 16 عمره 16 received the award, تلقى الجائزة from the school principal. What's the meaning of principal? Yes, تعرفونه كلكم, مدير. In a ceremony, في مراسم, at King Fahd High School, في ثانوية الملك فهد, on Monday, يوم الاثنين evening, مساء. His story, طبعا لاحظوا أنها كلها بالماضي. Received, تلقى. أحمد was born, جدا مهم هذا, was born, ولد. أي واحد منا يتكلم عن نفسه يقول I was born, ولدت كذا كذا. أحمد was born with a crippling disease. ترجموا هذه العبارة, مرض يسبب له إعاقة. Crippling, إعاقة. Okay, so crippling disease, مرض بإعاقة سبب له إعاقة. That made it difficult, جعل من الصعب for him to walk, المشي. But that didn't stop him, ذلك لم يوقفه. هذه جملة جميلة جدا. دائما علو الهمة, طلاب الأعزاء, ما يميز الطلاب عن بعضهم البعض. كل طالب لديه علو همة يستطيع أن يصل أهدافه حتى لو كان هناك الكثير من المعوقات. Whatever the obstacles were, you can destroy them, you can beat them, you can conquer them, you can achieve all your goals in life. Just you have to be strong, you have to be determined, you have to be to believe in yourself, in your abilities, and you can do the impossible. Yes, truly, all of you. على فكرة جميعكم تستطيعون تعلم اللغة الإنجليزية بسهولة وبطلاقة, لكن المشكلة في هناك طلاب لا يحبون الدراسة وهناك طلاب يعشقون الدراسة. And this is the difference. وهنا الفرق, الطالب الصبور عالي الهمة سيصل دائما. انظروا لقصة أحمد, جميلة جدا. هذا المرض didn't stop him, لم يوقفه from playing his favorite sport, على أن يلعب رياضته المفضلة فوتبول. معاق لكنه لعب كرة القدم. أحمد explained, شرح لنا أحمد, I used to love watching AFC games. أعتقد أن AFC هي اختصار لكأس أبطال آسيا. اعتدت أن أشاهد مباريات games في كأس أبطال آسيا. And my older brother, وأخي الكبير علي, played football, كان يلعب الكرة in high school, في الثانوية. When I was 12, he taught me. Taught, الماضي من teach. Teach, أنا اسمي معلم, teacher. الفعل teach, يعلم. So teach, الماضي منه الطلاب الأعزاء, taught. Teach, taught, فعل غير نظامي على وزن go, went, لكن أنا teach, taught, غير نظامي. هو علمني to play in the park, أن ألعب في الحديقة, في المنتزه. My family really encouraged me. لاحظوا دور العائلة الجميل. العائلة encouraged. What's the meaning of encouraged? شجعتني. نعم. العائلة شجعتني. So I got, حصلت أو تواصلت in touch with other kids, مع الطلاب الآخرين, الأطفال الآخرين like me, الذين مثل حالتي. And we formed a team. What's the meaning of formed? شكلنا فريق. أحمد and his team compete, يتنافسون, in the Special Olympics Junior League, في نادي الصغار, في دور الصغار أو في بطولة الصغار في الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة. Special Olympics Junior League. He is team captain, هو الكابتن. And this year's highest scorer, وهو أكبر مسجل, أكثر مسجل للأهداف. أحمد is an example of to all young athletes, يعتبر قدوة لكل الرياضيين الشباب. Next one, blue flag for sunset, جائزة العلم الأزرق لفندق الغروب, sunset. Over 100 employees, أكثر من 100 موظف, from local hotels, من الفنادق المحلية, and restaurants, والمطاعم, gathered. What's the meaning of gathered? Yes, تجمعوا, at sunset beach, تجمعوا, gathered, ED, معناته ماضي, في عند فندق الغروب, sunset, الغروب. Yes, sunset, sunrise. Sunset, غروب, sunrise, شروق. Beach, شاطئ, عند شاطئ الغروب. Again, مرة ثانية, on Tuesday, يوم الثلاثاء, for a clean-up operation, من أجل عملية تنظيف. The employees combed, مشطوا, أي أنهم مشوا بشكل عرضي على طول الشاطئ, مشطوه بحثا عن الأوساخ. So combed,
the beach الشاطئ for plastic bottles بحثا عن قوارير زجاجية bags أكياس cans علب and other litter وأوساخ أخرى أو نعم نفايات أخرى other litter last year السنة الماضية لاحظوا هذه تدل على الماضي hotel and restaurant owners أصحاب المطاعم مالكي المطاعم والفنادق in the community في المجتمع decided to take responsibility مصطلح جميل قرروا أن يتحملوا المسؤولية for keeping the beach clean بالإبقاء على الشاطئ نظيفا their efforts are a big access وجهودهم لاقت نجاح كبير and sunset beach وشاطئ الغروب was awarded تم منحه the blue flag العلم الأزرق by the foundation of environment for environmental education من قبل مؤسسة بيئة من أجل التعليم أو تعليم من أجل البيئة نعم أو التعليم البيئي الباراجراف الأخير new born والمواليد جدد أو babies أو infants David and Mary and Taylor الرجل وزوجته من عائلة تايلر are the proud parents what's the meaning of proud yes كلكم تعرفونها yes فخور هم فخورين of twins B what's the meaning of twins yes توأمان أخذناها في أولى متوسط وطبعا حتى لو لم نأخذها تعلموها twins توأمان Linda and Jenny سموهم Linda و Jenny this is Linda and this is Jenny or this is Linda and this is Jenny it doesn't matter because they are twins Linda and Jenny were born ولدا عندما تكلمنا عن مفرد was born عن جمع were born ولدا at Newtown Maternity Hospital في مستشفى الولادة في Newtown on Monday June 21st هذا تاريخ الولادة June 21st Mother and infants الأم وأطفالها رضعها infants مرادف لبيبي are in good health بصحة جيدة We wish the parents and the babies all the best نتمنى لي الأم أو الوالدين والأطفال الرضع all the best الأفضل نعم إذن هذه قصص من حياة الناس live stories نعم دعونا نتحقق من بعض الأشياء بعدما قرأنا quick check تقييم سريع vocabulary مفردات كالعادة find words in the text that mean أوقفوا تسجيل الفيديو الآن أو أوقفوا الفيديو الآن وافعلوا هذا التمرين وسنعود نعم أوقفوا الفيديو حلوا هذا التمرين معي يعني ابحثوا في النص ثم عودوا وأكمل الفيديو بعد أن عدتم What's the meaning of gave charity gave to charity Yes أعطى للجمعيات الخيرية عندما نعطي what do we, What's the meaning of this It means yes قلتوها نعم بعضكم قالها Yes very good Donate لكنها سنكتبها في الماضي Donated أحسنتم An arrangement to meet ترتيبات لكي للقاء أو مقابلة يعني هذا تحديد موعد What's the meaning of موعد? It means appointment Appointment Repeat after me Appointment What's the meaning of appointment? It means موعد Excellent ممتاز الذي فعله طبعا أحمد جمال وصفناه بأنه قائد Yes Outstanding What's the meaning of outstanding? رائع Outstanding مذهل Supported someone to succeed دعم شخصا لكي ينجح أي أنه شجعه yes what's the meaning of شجعه encouraged very good encouraged شجع got together تواصلوا مع بعض مت اجتمعوا مرت معنا في الموظفين الفنادق الذين gathered yes gathered very good أحسنتم الطلاب الذين حلونها أحسنتم gathered a baby لها أكثر من مرادف infant طفل رضيع infant مرة معنا في القطعة الأخيرة وأيضا newborn what's the meaning of newborn حديث الولادة newborn comprehension الفهم والاستيعاب exercise B answer the questions أجب على الأسئلة التالية why did Trent continue to give blood لماذا استمر Trent بالتبرع بالدم نعم أين وجدنا الجواب طلابي الأعزاء why ابحثوا عنه ستجدونه هنا في الباراجراف الأول انظروا because هو قال because I thought عندما نحن نقول عنه because he thought it was the right thing to do نعم اكتبوا هذا الجواب لو سمحتم نعم
because he thought it was the right thing to do. اكتبوا هذا. طبعا بدل أن نقول because I نقول because he thought it was the right thing to do. أو يمكن أن نضيف سبب آخر, because he didn't have a lot of money for charity, so it was his way of helping others. أو أنه لم يكن لديه الكثير من المال للصدقة والخير, لذلك كانت طريقته his way, so it was his way of helping others. Yes, question number two, how often does Trent give blood? مرت معنا بالوحدة الماضية كثيرا. How often, كم مرة يتبرع ترنت, كل كم مرة, ما مدى التكرار؟ طبعا ستجدوه هنا بكل سهولة, every 8 weeks. نعم, every 8 weeks. اكتبوا هذا جواب السؤال الثاني لو سمحتم, كل 8 أسابيع. طبعا بإمكانكم أن تكتبوا جملة كاملة, أن نقول ماذا, every 8 weeks Trent gives blood. نعم. Next question, number 3, why was it difficult, لماذا كان صعبا for أحمد to walk, المشي. نعم, بالباراجراف الثاني, because he was born with a crippling disease. نعم, because he was born with a crippling disease, لأنه ولد بمرض يسبب الإعاقة. نعم. Number 4, who taught, شرحتها لكم, من علم, فهم كلمات الاستفهام مهم جدا, لماذا, كيف, أو كم مرة, لماذا, من علم أحمد اللعب. It's easy, سهل جدا. What do we say? Yes, his brother, his older brother, أخوه الأكبر, his elder أو older brother, كلها نعم تصلح, his older brother. Yes. Why did the employees gather at the beach? Why, لماذا, لاحظوا did, هذه سأشرح عنها لاحقا إن شاء الله, لماذا الموظفين تجمعوا في الشاطئ. Why, yes, هذا هو الجواب, for a clean up. جواب كامل نقول they gathered for a clean up to the beach, أو أن نقول ماذا, for a clean up. نعم, for a clean up to the beach. When were the twins born? What's the meaning of twins? ما معنى كلمة twins؟ التوأمان. متى ولد التوأمان؟ طبعا هذا هو التاريخ أمامكم, June 21st. نعم, June في شهر June, الشهر السادس الميلادي, 21st, 21. طبعا الـ ST هذه هي اختصار لـ first, June 21st. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا السؤال. ننتقل للفقرة الأخيرة, pair work, العمل الثنائي. قلت لكم دائما أن العمل الثنائي هو يفترض أن يكون في الفصل, وللأمانة, to tell the truth, the classes without students are empty, like empty souls. I don't like my classes without students. الفصول بدونكم طلاب الأعزاء لا روح فيها, وبالتالي إن شاء الله this pandemic, هذا الوباء سينتهي, it will come to an end, and we will meet together إن شاء الله in the classes, في الفصول. نعم, لكن هذا لا يمنع أن تحلوه عن طريق الأونلاين أنتم كزملاء بينه وبعضكم, pair work, العمل الثنائي. Ask and answer about the people in the stories, اسأل وأجب عن الناس اللي في القصص. مثلا, what award did أحمد receive, ما الجائزة التي تلقاها أحمد. سيجيب أحدكم, he received athlete of the year, رياضي السنة. مثال آخر, where were you born, أين ولدت. هذا عن نفسك أنت, I was born in مدينة, I was born in مكة, I was born in الطائف. إذن اسألوا أسئلة بالماضي وأجيبوا عنها. مثلا, who taught أحمد football, من علم أحمد كرة القدم. سيقول أحدكم his brother, ثم change roles, غيروا الأدوار وأسألوا أسئلة. نعم, في نهاية هذا الدرس أتمنى لكم التوفيق والصحة والسلام, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.